ننتقل إلى البصرة، حيث وثق أحد المواطنين بمقطع فيديو هلاك المزروعات وأشجار النخيل في الجزرة الوسطية بسبب الإهمال من قبل الجهات المختصة، مطالباً الجهات المسؤولة الاهتمام بمشاريع التشجير والزينة، متسائلاً أين دور بلدية البصرة من هذه المشاريع التي كلفت الدولة مليارات على حد وصفه. دعونا نشاهد. هذه المدينة الرياضية، شارع المستشفى التركي. شوف الزرع اللي خسرت عليه الدولة مليارات. شوف عايفينه بدون لا ماي، والهجر الشارع. شوف النخل ثلاثة أرباع ميت بسبب إهمال الدولة. نتمنى من الناس الشرفاء يوصل هذا المقطع الفيديو لأسعد العيداني، خلي يشوف الحكومة. المتابعون تفاعلوا مع هذا الموضوع وكتبوا عن إهمال المشاريع بعد تنفيذها. زين العابدين علق: يهملونها حتى يغيرونها مرة ثانية، والشغل يستمر لكسب الأموال بالحيلة. الإهمال يبدأ من أول يوم تنتهي فترة صيانة الشركة المنفذة مع الأسف. علي البصري علق: هو النخل من أساسه مشترينا ميت ومسجل بالقائمة الوحدة بمليون، هدر أموال. الشارع يعد الآن من الطرق الخارجية، فلم تستطيع البلدية بخدمته إلا إذا تحولت المنطقة إلى سكنية. ورود عادل كتبت: ما عندهم صيانة باستمرار لكل مشاريعهم، وهذا الغلط. أحسنت النشر، ولازم الكل ينشر ويشارك المنشور، بلكي توصل المناشدة ويسوون حل. حراماتي يموت الزرع وماكو مي سقي مستديم للزرع.